وبأول مساحاتنا وضيوفنا بأول فقرات صباحنا غير اليوم رح نكون مع ضيفة، هي فنانة تشكيلية حاصلة على إجازة الفنون الجميلة جامعة دمشق قسم اتصالات بصرية، وهي أيضا خريجة مركز أدهم إسماعيل في التصوير الزيتي، بالإضافة أنها مارست مهنة التصوير الإعلاني، وهي أيضا مؤسسة ورئيسة جمعية الشموع شموع السلام. كان لها الكثير من المعارض الفردية بالإضافة لرسم اللوحات الزيتية، وأيضا شاركت بكثير من المعارض خارج وداخل سوريا. بدنا نرحب بضيفتنا لليوم الفنانة لينا رزق. يسعد صباحك. يسعد صباحك. ما شاء الله، يعني زبدية صيني. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك الفنانة الجميلة لينا رزق. خلينا بالبداية نحكي عن التصوير الذاتي، فن التصوير الذاتي، ليش اخترتي قبل ما نفوت بتفاصيل المعارض؟ يعني بحس أنا كل فنان هيك أنواع للفن التشكيلي بيختار شيء يمكن بيحس فيه شيء بطريقة معينة أو بيشبهه أو بيرتاح معه أو حسب الحالة الفنية اللي بيكون فيها. أكيد هلا هو أي فنان مثل ما بنحكي بيطلع درجة درجة على السلم، بنبلش كلياتنا بنتعلم كيف نستعمل الرصاص، نتعلم كيف نظلل حتى نعرف كيف ماهية الرسم الأساسي. صحيح. بعدين بنبلش بقى بننتقل لألوان، ندخل على جو الألوان، طبعا هو جو أي حدا بيحب الرسم وبيحب يعني الفن عنده ولع بيكون بالألوان، بكل شيء حوالينا، كل شيء بتشوفيه حواليك ألوان من الطبيعة كذا كلها بتشدنا وبتجذبنا. نبلش بقى ننتقل نفوت بهذا الجو، بنفوت على الباستيل، بنفوت على المائي، بنفوت على الزيتي، وكل واحد بعدين بيختص بالشيء اللي هو بحبه وبيلاقي حاله فيه أكثر. صحيح. انا لقيت حالي أكثر شيء بالالوان الزيتيه، حسيتها بتشبهني، حسيتها انه بتقدر تلبي لي كل شيء انا احساسات بدي اياها، كل شيء بدي اقدمه كثير بقدر اقدمه من خلالها. يعني خاصة بتتخيلي انه ريحة النفط، انا من ريحة النفط بالنسبة لي كثير بحبها، محببة. بتحفز عندك. تمام. يعني هي صفة القصة كلها مرتبطة ببعضها، يعني انه انا قاعدة عم برسم هي الاجواء مع سماع الموسيقى، مع الموسيقى اللي بحبها، هي الحالة كلياتها مع ريحة النفط. يعني ريحة النفط هي جزء من هي الحالة الجميلة اللي بعيشها. طيب لينا خلينا نحكي عن المعارض، كان لك مشاركات كان داخل سوريا او خارج سوريا، طبعا هدول المعارض لهم تحضيرات، ونحن بكل تجربه بنضيف شيء وبنلغي بعض الاخطاء البسيطه اللي ممكن نحن او العثرات خلينا نقولها. خلينا نحكي عن المعارض بشكل عام، نحكي عن التحضيرات، وشو اهم اليوم الصعوبات اللي بتواجه الفنان التشكيلي؟ هلا الحقيقه انا بلشت من زمان، يعني باني اعمل، يعني مجرد ما تخرجت من الكليه عملت معرضي الأول، كان بالمركز الثقافي الروسي، وكان الحقيقة كتير كان لقيت دعم ومن الإدارة، أنه يعني كتير الفنان أول طلعته أنه بينبسط أنه يعمل معرضه الفردي الأول، ولما يشوف تشجيع من الإدارة فكتير بيكون فرحان. فقدمت معرضي الأول، وبعدين انقطعت فترة بسبب انشغالي بالعمل الإعلاني، يعني تجاري وكذا إلى آخره، فبياخد وقته الواحد، بياخد يعني مجاله كله هيك، لحتى تميت بعدين اشتغل لحالي، طور حالي من خلال دراستي، من خلال ابحاثي، من خلال بيضل الانسان والفنان بيضل بشكل دائم بده يبحث ويعرف كيف يطور حاله ويعرف وين يلاقي حاله. بعدين انتقلت لاني عملت معرض بعد بخلال الازمه، عملت معرض مركز ثقافي ابو رماني، كانت هي انطلاقتي بعد فتره طويله من الانقطاع عن المعارض. بعدين تم كمان عملت معرض بمركز الأوبرا، دار الأوبرا كمان كان لي محطة فيها، وانتقلت بعدين حبيت إنه أجرب إنه أعيش أعمل معارضي بين العالم يعني بشكل عام. شو اختلفت التجربة؟ التجربة كانت فيها نكهة تانية، إنه عملت معرضين بالفنادق الحقيقة، فندق داما روز وفندق الشيراتون، حسيت فيها نكهة تانية، إنه أنا مو بس عم بضل محصورة بصالة معينة الرواد عم بيجي خاصة ليشوف هالمعرض ويمشي، لا أنا قعدت، أنا رحت لعند العالم. صحيح. أنا رحت عند العالم وهم إجوا لعندي، قعدت بقلب فندق، السياح أو العالم بشكل عام اللي جاي تزور الفندق أو جاي نزلاء للفندق عم بيجوا بشكل عام، فايتة بيلاقوا إنه في معرض فإنه بيجوا بتفرجوا عليه. أي كانت تجربة جديدة حبيتها كثير وحبيت إني أعيدها، يعني لذلك كررتها مرتين. وهلا إن شاء الله عم بحاول أجهز لمعرض فردي جديد كمان، عم بجهز له لنشوف كيف بقى، إيمت رح أخليها مفاجأة ما رح أعلن عليها من هلا.
نحكي عنها شوي بعد شوي، بس خلينا نحكي لما يكون في انقطاع. يعني انا بحس كمان كل فنان بكل معرض بحب يقدم اقصى طاقته او ما يشعر به، او في حالات انسانيه او كيف بيعبر. يعني كل لوحه هي بتعبر عن مشاعر الانسان، الانسان حساس مش مثل الانسان العادي. بعد الانقطاع من خلال اول معرض كيف كان الشغل مثلا والتعب والتحضير له؟ كيف تحسي كل لوحه انه انا لا اشتغلت فيها، عملت اقصى جهدي، خصوصا بالازمه؟ يعني نحن كان في يعني دور كبير للثقافه، كانت كل المعارض والشغاله كنا نشوف في كثافه انتاج. هون كيف بيكون عندك التحفيز؟ يعني الشغل كيف بيكون التحضير؟ وبعد الانقطاع بتقولي انه لا بعد ما عملت المعرض يا ريتني عملت هيك، لا كان في تفاعل. يعني بحس حتى لو كنت مشتغله 100% دائما الفنان يبحث عن الكماليه، بيقول بدي شيء اكيد. هلا نحن عفوا نحن بشكل عام بنكون عم نشتغل، بس انت بالاخير عم تشتغلي لحالك بمرسمك بمكانك منعزله عن العالم، بحاجه لانك تعرضي هذا النتاج تبعك اشتغلتي فيه كل هذا الوقت، بحاجه انك تعرضيه للعالم لحتى تشوفي ارائهم، تمتزجي اراء العالم وخاصه اراء الفنانين المختصين بالموضوع، بحاجه انك تسمعي رايهم لحتى تستفيدي من ارائهم. احيانا بينقدوكي، احيانا بيعطوكي توجيه معين، هذا التوجيه كثير مهم وضروري لانه الفنان يضل يطور حاله يتعب حاله ويقدر ينتقل من مرحله لمرحله. بعد فتره الانقطاع هي انا اشتغلت، وطبعا كنت هالفتره كلها عم اشتغل فيها، هو جيت عملت معرضي متشوقه انه اسمع شو راي العالم، لانه خاصه انه كان في نقله نوعيه كبيره كثير بين المعرض الاول والمعرض الثاني، جهزت كثير له، تعبت كثير عليه. ويعني بتعرفي كيف وقت بتكوني اللحظه اللي انت عم تحضري فيها لعرسك هي نفس اللحظه بالضبط، بدك تشوف عيون الناس. صحيح. بس كيف كانت رده فعله؟ يعني حتى النقاد رده فعل الحمد لله تفاق. الحمد لله كانت رائعه، يعني كنت شفت انه احلى ما كنت اتصورها. يعني بتشوفي حالك بين العالم بين جمهورك، بتشوفي ارائهم، تشوفي رده فعلهم، تشوفي اعجابهم. احيانا بيحط الواحد الفنان بيحط دفتر بقلب المعرض ليسمع اراء الواحد، كل واحد بيجي بيعطيه ملاحظه او بيعطيه هيك ذكرى بيكتب له اياها. هذا الدفتر كثير انا بحبه بحتفظ فيه، كل شوي بقلبه هيك بسمع انه كيف كانت اطراءاتهم. يعني كثير كثير شيء حلو. هلا شيء اكيد بده يكون ملاحظات، يمكن الملاحظات والاشياء السلبيه هي تحفيزيه. احيانا نحن بنروح للمجامله انه كرمال نحن كونه بمعرض، ولكن هدول النقاط السلبيه او الملاحظات كثير مهمين. يعني كرمال الفنان بمعرض ثاني يتلافى بعض الاعتراض. كثير ضروري، كثير ضروري الفنان يكون متقبل للنقد، يسمعه ويستفيد منه. طبعا هلا يكون النقد بناء، هذا اهم شيء، انه تكون الشخص اللي عم بينقدك لحتى يفيدك، لحتى يعطيكي شيء دافع لانك تطوري حالك اكثر. في ناس بتجي بتنقد لمجرد انه تنقد، هذا بيكون نقد هدام الحقيقه، هذا انا ماني معه ابدا. صحيح. بس اللي بيعطي نقد بناء يعني نحن لازم نتشكره، انه بجوز عم بيلفت لك انتباهك لشيء انت مانك منتبهتي له. انت الانسان خاصه الفنان لما بيتفرج على لوحته دائما 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 خلص عينه تعودت عليها، ما عاد تقدر تلحظ الخطا اللي فيها. يعني خلص عينه تعودت. لما بيجي واحد من برا مثلا بيجي بيطلع لاول وهله بيطلع، انتبه هون في خطا انت مانك شايفه. اي والله مزبوط انا ماني منتبه. هذا الشيء اللي هو كثير ضروري، ويا ريت الانسان الفنان ياخذ الراي قبل ما يعرض اعماله، يعني بيكون فيه اصدقائه حواليه فنانين كذا، يسمع هذا الرقد مشان يلحق يصلحه ويستفيد منه قبل ما يعرضه قدام الجمهور. طيب خلينا نحكي، حضرتك اشتغلتي بورشات تعليميه للصغار، وعالم الطفوله عالم جدا جميل، والطفل عنده خيال كثير واسع وكبير. كيف كانت هي التجربه؟ احكي لنا عنها، وقديش اضافت فينا نقول الفنانه لينا بمجالها الفني؟ الحقيقه هي كانت تجربه كثير حلوه. حبيت انه نعمل شيء للاطفال، خاصه الاطفال الايتام. يعني توجهنا لهم جبناهم، وكانت حقيقه فعاليه من جمعيه شموع السلام. حبينا انه يعني انه نتذكرهم بشيء حلو لطيف، يمكن اكثر شيء بيعبر فيه الطفل من خلال الرسم. يعني تمام يفرغ هي الطاقات. احيانا بيكون في عنده طاقات سلبيه كثير يفرغها، يلاقي شيء. احيانا على فكره نحن وقت حاولنا نجيبهم نقول لهم تعالوا نرسم، امنا لهم اللوحات، امنا لهم الشاسيات، الالوان، العده كلياتها، انه تعالوا نرسم نحن وياكم، ننبسط، نعيش هيك كم يوم نستمتع فيهم مع بعضنا. جبناهم وقعدنا بالمركز الثقافي بابو رمانه، وكانت الحقيقه كثير تجربه غريبه يعني وحلوه.
انه بتحسي حالك انه انت عم تقدمي شيء لهدول الاطفال، بالمقابل انت عم تستفيدي منهم، انت عم تفرحي لما تعدي معهم. هذا الشيء بحد ذاته انت عم تستفيدي من براءة هي الطفولة، عم بتعيشي هي الحالة اللي هي يعني كلياتنا بحاجة لأنه نرجع الطفولة أطفال ونشوف هي البراءة والطيبة اللي عندهم. عادنا هي الدورة ساويناها، ونتيجة هي الدورة عملنا فيها معرض بالمركز الثقافي أبو رماني نفسه، عرضنا النتاج كلياته اللي عملوه، كانوا كتير فرحانين بإنتاجاتهم. وعم شوفوها طبعاً، عم شوفوها عم تنعرض قدامهم، مع أنه هن بالبداية يعني. كانوا يعني في ناس كانوا أنه لا رافضين فكرة أنه لا أنا ما بحب أرسم. كيف ما بتحب ترسم؟ ما في حدا لما بتحطي له ألوان وبيشوفها العاب فيها، بس العاب بالألوان، ما مطلوب منك أكثر من هيك. بس جربوا حبوها أول شيء. في ناس كانوا رافضين فكرة، بعدين وقت جربوا بإيدهم حبوا الفكرة وصاروا بقى يرسموا ولونا ولعبنا سوا مع بعضنا وعرضنا النتاج. وآخر شيء قلنا لهم في حدا باع لوحات على فكرة بهي. وانتوا توجهتوا لشريحة معينة، هي كتير حلو لدعمهم نفسيا للأطفال. ضروري كتير، ضروري كتير، يعني واجبنا نقدم لهم إياه. دائما طفل مو بس بيأثر يعني حتى لو كان أعمار كبيرة، أحيانا بتاخذي منه أي تجربة، أي ملاحظة، أي حركة، يعني أحيانا هو بيوحي لك بفكرة لوحة يعني الطفل. كلنا لينا من شوي عم نشوف بعض لوحاتك على الشاشة، خلينا نحكي اليوم لينا وقت اللي بتمسكي ريشتك قلمك على شو بتركزي أكثر شيء؟ وخلينا نحكي شو في تجهيزات جديدة، شو بخباي هلا من شوي قلتي ما بتحرم، بس نحن بناخذ شوية تفاصيل يعني. هلا الحقيقة أنا عندي عم حضر هلا لمعرض، وهي اللحظات اللي بعيشها يمكن قد ما وصفت لك إياها بالحكي ما بقدر وفيها حق لهي اللحظة، لأنه هي اللي بيعيشها غير اللي بيسمع عنها. أنه تكون عايشة هيك بجوك بمرسمك، هذا جوك الخاص، عالمك الخاص، عايشة مع لوحتك، عم تحكي معها، عم تحكي، بتحسي أنه أنت عم تحكيها رسالة وهي عم ترد عليكي، أنه أنا يا ترى إذا حطيت هذا اللون هون أحلى، لا هيك أحلى، لا هيك بصير أجمل، خليني نزل هذا العنصر هون، خليني نزل هذا التكوين، خليني أعمل خلفية بالطريقة. في حوار دائم مع اللوحة، هذا الحوار هي حياة بالنهاية، روح أنت عم تعطيها هذا الروح. تمام، يعني أنت في عم تحاوريها، ومثل ما قلنا هي عم تحكيها، هي عم ترد عليكي بكل ضربة ريشة، بكل بالإضافة للجو العام اللي أنت بتكوني عاملتيه من موسيقى من كذا. أحيانا بكون أنا عم بشتغل بشعر بالفرح لدرجة أنه بصير برقص أنا وعم برسم. إن شاء الله على طول، إن شاء الله على طول هي حالة الشغف تم موجودة عندك. وأكيد بالختام الفنانة الجميلة لينا رزق، بنتمنى لك التوفيق، ونتمنى لك التوفيق بمعرضك القادم، وإن شاء الله بنستضيفك بعد معرضك الجديد لنحكي عن ردة فعله. شكرا كثير لك. شكرا لكم، شكرا لاستضافتكم.